إذن ومعنا حول تفاصيل ما يدور في العراق مراسلة القاهرة الإخبارية من العاصمة العراقية بغداد هبة التميمي. بعد تحية هبة، إذن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد أنه لن يسمح باستخدام ملف الحماية الاجتماعية لأغراض سياسية. إذن ماذا يدور في خفايا مثل هكذا طرح؟ ثاني سمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس رئيس مديري هيئه الحمايه الاجتماعيه وكذلك بحضور الاستشاريين، حيث انه وجه السيد السوداني بتوسع هذه الامور وفي شمول العوائل الفقيره بصراحه والمستحقه لنيل يعني لنيل الحمايه الاجتماعيه، وانه ستكون مستفيده في الحمايه الاجتماعيه وسيحصلون على حصه من المواد الغذائيه التي تتميز كميا ونوعيا وابتداء من هذا الشهر، شهر كانون الثاني الجاري. وتطرق ايضا الى تخفيفات هذه التخفيفات. يعني هبه، اذا سوف يتم اذا الحديث هنا في استخدام ملف الحمايه الاجتماعيه حول العوائل الفقيره وايضا التي تحتاج الى نواحي انسانيه. الفقيره طبعا وحول البطاله بالضبط. نعم، حول الذين لا يعملون والفئات الفقيرة وخصوصا الفئة الفقيرة، حيث ستوزع لهم ابتداء من الشهر كانون الثاني الجاري. وتطرق أيضا اجتماع يعني أمس إلى تخصيصات هذه الهيئة، هيئة الحماية الاجتماعية، في مشروع قانون الحماية الاجتماعية لعام 2023، وأنهم سوف يكونون في موازنة 2023، حيث أكد أيضا إلى يعني تأمين المتطلبات للباحثين الاجتماعيين أيضا وتوفير كل السبل المطلوبة لإنجاح هذا عملهم. كما أيضا وجه الوزارة والمؤسسات الدولة والمحافظة على هذه الهيئة الحماية الاجتماعية ودوائرها، ومثل ما قلت الابتداء من هذا الشهر ستتسلم العوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية السلة الغذائية التي تحتوي على يعني المواد الغذائية، وهذا جزء من إصلاح البطاقة التموينية. وكذلك ما يقارب من 5 ملايين مواطن يتقاضون الرعاية أو الإعانة الشهرية، هؤلاء يتسلمون السلة الغذائية المخصصة لهم. وهنالك أيضا توسع في شمول بما يتعلق الحماية الاجتماعية نحو المستحقين، وهنالك ما يقارب 900 ألف يعني معلومة أو حجب الذين يعني لا يتم تخصيصهم. هنا نقطة مهمة إذا هبة في هذا الموضوع. رئيس الوزراء السوداني تحدث أنه لن يتم استخدام ملف الحماية الاجتماعية لأغراض سياسية. هل هو يقصد هنا الناخبين أو المرشحين للانتخابات القادمة أيا كان نوعها؟ وبالتالي هو يضرب يعني هؤلاء الذين يستغلون هذا لأغراضهم الانتخابية؟ بالضبط، أنه يستغلونهم لأغراضهم الانتخاب بالضبط. وهنالك أيضا يعني أشخاص وأناس لا يستحقون الرعاية الاجتماعية، وبسبب هذا الموضوع تم حجب وما يقارب 900 ألف مواطن في تقاطع المعلومات بسبب امتلاكهم الرواتب. في هذا أنه على مود ليس تم ثغرة في خصوصا في الانتخابات والانتخابات المقبلة التي ستحصل، ويوم 15 من هذا الشهر شهر الجاري سيجري أوسع عملية بحث اجتماعي يعني طلبات الشمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في حدود يعني 2800 باحث اجتماعي. نعم، إذن على العموم هذه تفاصيل مهمة جدا. كما قلنا رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني يؤكد أنه لن يسمح باستخدام ملف الحماية الاجتماعية لأغراض سياسية. نعتذر عن عدم وصول الصوت والصورة مع مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد هبة التميمي، لكن أشكرها شكرا جزيلا. أشكرك إذن هبة التميمي، كنت معنا مباشرة.